نقول لكم لما تقرأوا في كثير من الأحكام بلا ما تشعروا ستجدون أن الفقه يفترض وجود الإمام. فمن مثلا إذا أردنا أن كنا جماعة وأردنا أن نقدم أحدنا ليؤم بنا، من أحق الناس بالإمامة؟ تعرفون الفقهاء يدعون هذا الترتيب، من أولى الناس بالإمامة؟ لا الأقبال، الإمام أي الحاكم، ثم نائبه، ثم قرأهم، ثم صاحب البيت، إلى أبقى ترتيب إلى أن يكون هناك ترتيب بحسب أخر لحل المشكلة. ولكن هو ولذلك إذا كان موجودا فهو أي ما يكون موجود مثلا إمام الأعظم في مسجد ويؤم بالناس، إذا كان يستطيع أن يؤم فهو يؤم، وإذا لم يستطع فهو ينيب الغير. ولكن ما يجيش واحد آخر يقول له. وماذا يقول الناس في الجهاد في الفقه؟ هل يستطيع الناس أن يعلنوا الجهاد؟ أبدا، حتى يعلنه من تقول الدولة ما كايناش وما كاينش الإمام والدولة وراك حليت الباب على جهنم، على الناس جهنم. أنت أعجبك إذا أنت راك تساعد الناس على أن كل واحد يعلن الجهاد في الجهة اللي راه فيها. غدا يخرج عليكم هذا، غير غدا يخرج، نبقاو نعيشوا غير في الدماء. لذلك لما قالوا أي من صلاحية الإمام إعلان الجهاد والسلم، هذا ليس مما، ثم من صلاحية الإمام أيضا إقامة الحدود. فهمت ولا ما فهمت؟ ما يمكنش يقيم الحدود كل واحد، هذا باختصاص الدولة. ماذا كان يقع لبعض الأشخاص؟ بعض الأشخاص حينما كانوا يقرأوا مزيان بحال يقعدوا غير بعضياتهم ويتقرأوا، يجتمعوا ليه في واحد الدرب واحد اللي كيقولوا هذا سيدنا كذا راه كثر الزنا وراه كثر الفسق، وجبرنا واحد السيد واقف مع واحد المرأة، وجبرنا واحد الراجل واقف مع راجل، ويشدوهم ويقيموا عليهم الحد. شفتوا هذا؟ ها؟ سمعتوا هذاك؟ ويضربوهم ويقيموا عليهم، شكون اللي عطاك أنت تقيم على الحد؟ هذا اعتداء. وهذا ماشي كان حتى بعض المرات حتى في شي مؤسسات ثقافية في الجامعات يديروا يجي واحد الطالب ويديروا المحاكمة. ياك؟ وعده ولا كان غير طالب ولا قاضي في البلاصة، وراه مازال يخسر في السنة الأولى، بعدا يقعد الأرض ولا قاضي، ودا يقول له شنو فاشراك تهدر أنت، راكم تدخلوا بلادكم في الفوضى. هذه راه فوضى عارمة راكم توصلوا فيها الناس، لأنكم تريدون أن تفهموا الناس أن هذه أن الإسلام هو عبارة عن مجتمع فوضوي يفعل في كل واحد ما يشاء. لا وجود لهذا في أي مجتمع من المجتمعات المتحضرة. ما كانش دولة من الدول تقول بهذا، مسلمة ولا غير مسلمة. أي يقولون إن الدولة تحتكر استعمال السلاح، أي تحتكر في الدولة اللي فيها هي التي تتصرف في السلاح وتستعمله. ومنين يولوا الناس كل واحد ينفذ ما يشاء، يشري السلاح بدا يضرب الناس ولا يقيم عليهم الحدود. واش راكم تعرفوا واش راكم تقولوا؟ معنى هذا الكلام اللي يقولوا هاد الناس وفرحانين به، راه هذه الفوضى بيديها ورجليها. الذين يفعلون الان يقول نمشي واحد الدوله من الدول الاوروبيه ونعلن عليها الجهاد، شكون اللي قال لك تعلن عليها الجهاد؟ ليس لك هذا، لانه اخر يمكن ان يعلن عليك الجهاد، وغادي يخرجوا في جهاد امام جهاد حتى نفني المسلمين، كما يقع الان في بعض الدول. خلوا عليكم الناس نتحاوروا ونتناقشوا ونقول هذا اخطا وهذا اصاب، ولكن دعوكم من هذه الافكار، هذه افكار قاتله، هذه من الافكار القاتله.